في بعض الثواني. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير الذي قام به السيد المندوب السامي الان وهو واحد النوع من الافتراء على رئيس الحكومه. تفرقوا واحد المجموعه ديال المراسلات في المجموعه ديال القيادات اللي عندهم اجزاء ديال الغابه معنيه بالتحفيظ في شوتنبير الاخير وفيها مرسوم ديال وزير ديال رئيس الحكومه بتاريخ 19 يونيو 2012 وهذا المرسوم ليس منشورا في الجريده الرسميه. اذا حنا امام نازله اللي خصنا نكونوا فيها صراحه ونعرفوا بان ونعرفوا واش حنا امام حكومه منسجمه ولا المناديب يفعلون ما يشاءون. وهذا الامر هذا كان تهمو فيه حنا في المنطقه ديالنا ديال سيدي افني اي طبع عمران بانه هاد السياسه ديال المندوب ستؤدي بنا على احتقان اجتماعي جديد شهدناه في شهر شتنبير وكيحيلنا على الاحتقانات اللي فات ديال السبت الاسود ديال 2008 وعلى الجميع ان يتحمل مسؤوليته. وحنا الا طرحنا هذا السؤال كنا كنطرحوا على الاجراءات ديال 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 التحديد ديال الملك الغابوي في المراحل السابقه ابتداء من نهايه ديال التسعينات وكنقولوا الان مع هاد النازله اللي وقعت انه خصنا نفتحوا تحقيق حتى فيما جرى في هاد التحديدات السابقه لانه اكيد اللي عنده هاد العقليه ديال الاستغفال والعقليه التدليس على المواطنين والتجاوز ديال المؤسسات انه حتى في المراحل السابقه غادي يكون متلبس بجرم ديال التدليس في هذوك المحطات السابقه. وبالتالي نحن الدعوه اللي دعا لنا ليها السيد الرئيس السيد الوزير المكلف بالعلاقه بالبرلمان نتمنها وهذا الملف ما خصوش يدوز هكا وشكرا. والسلام عليكم.